عملت خزينة إقليمية، ولكن هذا الشيء ما تيمنعش أن باقي استخلاصه أن المجلس عنده واحد اليد ثانية. أنا التصور ديالي هو أولا خصنا نبيد إيدونتيفيو هذا باقي استخلاصه، لأنه نورمالمون خصو يكون باركورت، يعني أي ضريب باغارتيك، حيت غنستخلصوه غيكون باين غنديرو ليه واحد العمل لأنه فيه إجراءات قانونية اللي كيقوم بها الخازن الإقليمي. غنتابعو معاه المسائل. حنا درنا واحد الاجتماع أولي مع السيد الخازن الإقليمي، وثبت له واحد الاجتماع آخر، وغنمشيو بواحد الطريقة منهجية أننا غنشوفو لي كروند كوت ونديرو عليهم إجراءات تحصيل ونقدرو نشوفو منهم مجموعة تاع المداخل. ثانيا كاين واحد لو غيستا كلاس، يعني فلوس اللي كاينة عند الجماعة عند الخازن الإقليمي اللي دابا كنشوفو حنا في الصدد باش نشوفو الطريقة القانونية باش الجماعة تستافد منه سورتو في الانفستيسمون. وكاين مسألة أخرى بالنسبة للضرائب الأخرى، راه تنعملو على واحد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، سواء المديرية الجهوية للضرائب، سواء مع السلطات الولائية، لأنه كاين معلومات اللي خصنا نستغلوهم من عندهم باش نقدروا نزيدوا من المداخل. أنا الحاجة اللي كنوعدكم بها إن شاء الله هو غنديروا أقصى الجهد ديالنا باش نجيبوا المداخل، وإن شاء الله ما غيكون غير الخير. راه الشهور الجاية إن شاء الله غاتبين أننا غيكون عندنا مداخل كبيرة، نحاولوا نديروها للجامعة باش إن شاء الله تبرمج في الميزانية وتكون مدينة مراكش تستغل الفلوس اللي هما ديالها واللي غنديروا بهم واحد العمل القرب مع المواطن المراكشي.